بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. وزي ما حضراتكم عارفين الحلقة بتبقى عبارة عن جزئين، الجزء الأول مجموعة من الأخبار اللي على الساحة الرياضية تهم جمهور النادي الأهلي في المقام الأول وجمهور الرياضة طبعا بصفة عامة، وايضا الجزء الثاني بيبقى لقاء حواري. لقاء حوارنا النهارده او الحوار بتاعنا النهارده هيكون ضيوفنا نجوم كره اليد في النادي الاهلي. طبعا فين حضراتكم ان كره اليد شيء ام ابينا اصبحت اللعبه الشعبيه الثانيه في مصر بسبب نتائجها، بسبب الانفاق الكبير اللي بيتم الانفاق عليها سواء من الاتحاد او من الانديه. هيكون معانا النهارده نجم الفريق محمود نعمان وحارس مرمى الفريق عبد الرحمن طه، عندنا كتير نتكلم عنه، هنتكلم عن الموسم القديم وظروفه، هنتكلم عن الاستعداد اللي ابتدى بالفعل لفريق كرة اليد، انتظرونا اكيد هيكون معانا اخبار كتير عن كرة اليد وكل محبي كرة اليد للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بس الحقيقة في البداية قبل ما طبعا اخش في المحتوى الحلقة كان في امور محتاجين نرد عليها. طبعا حضراتكم تابعتم مباراة كرة الطائرة اللي كانت متذاعة على قناة النادي الاهلي يوم الجمعة اللي فات ما بين الأهلي والزمالك، وانتهت بفوز نادي الزمالك 3-2 وحصول نادي الزمالك على الكأس. وطبعا قلنا ان النادي الأهلي عنده 21 لقب ونادي الزمالك داخل مباراة ب 21 لقب ونادي الزمالك كان داخل بخمسة، بعد اللقب ده بقى 6 ألقاب فقط، ولكن في بعض الأمور للأسف لازم نصطحها. الكابتن خالد الغندور طبعا نجم كبير وإعلامي طبعا ما فيش شك، يعني شير من على صفحتنا على صفحة القناة قناة النادي الأهلي فيديو يخص برنامج الأبطال. الفيديو تحت عنوان هيثم السعيد واستوديو الأبطال ومدى تأثير التحكيم على خسارة الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس مصر. ده كان عنوان الفيديو، على فكرة الفيديو موجود على صفحتنا حتى الآن حضراتكم تقدروا تخشوا تشوفوه. بس هو للأسف واضح إن كابتن خالد الغندور شير الفيديو من غير ما يشوفه، لأنه لو كان شافه ما كانش هيكتب الكلام اللي هقول لحضراتكم عليه. طبعا الكلام ده على صفحة الرسمية لكابتن خالد الغندور، الصفحة بالعلامة الزرقاء الصفحة الرسمية لكابتن خالد. كابتن خالد قال ايه؟ كابتن خالد في البدايه بيضحك يعني ضحك يعني، حتى التحكيم في الطائره للاسف ما فيش اي تقبل لفكره الخساره، طبعا بيتكلم علينا. ما فيش اي تقبل لفكره الخساره وده موجود في كل مباراه. في كل مباراه كره القدم، يعني كل ده موجود في كل مباراه كره القدم، وطايره وسله لما تخسر نعمل خناقه. والتحكيم السبب، ولما تكسب يبقى كله تمام والزمالك لازم الزمالك يتقبل الخساره، سبحان الله. هو بيقول ده كلام سبحان الله، وكمان مفيش مراسم تتويج بعد اللقاء ونعمة الروح الرياضيه. ده اللي كتبه كابتن خالد الغندور، طبعا احنا مش قادرين نعرضه على الشاشه عشان دي حقوق، بس انا بقول لحضراتكم اللي قاله. طيب انا محتاج ارد على هذا الكلام وبكل ثقه. اولا يا كابتن خالد نصيحه من اخ صغير، اي حد بيحب بالذات لو اعلامي كبير زي حضرتك على راسنا من فوق، اي حاجه محتاج تشيرها على صفحتك لازم تتفرج عليها الاول، لانه ساعات ممكن العنوان مش دائما ابدا بيدي لك كل المحتوى، بيجيب عنوان بسيط بس حضرتك محتاج تتفرج على الفيديو. واضح ان حضرتك ما اتفرجتش على الفيديو خالص، والفيديو بالمناسبه موجود على صفحتنا تقدروا تتفرجوا عليه وتحكموا بانفسكم. انا بس عايز اقول حاجه في الاول، احنا ما اتكلمناش عن التحكيم ولم نحمل التحكيم سبب خساره المباراه، وانا اعي ما اقول، انا اللي كنت بقدم البرنامج والفيديو انا اللي مقدمه وكل حاجه، فانا عارف اللي اتقال. احنا قلنا عن حاجه واحده فقط، كوره اللي هي في الشوط الخامس لما كانت النتيجه 11-10 لنادي الزمالك، قلنا هذه الكرة انتقدنا قرار الحكم وقلنا الكرة دي كانت كرة مصيرية في المباراة، ولكن لم يصدر مني أو ضيوفي أي تحميل للحكام للخسارة. فرقتنا ما كانتش موفقة واعترفنا بذلك في الاستوديو التحليل. كان في أمور فنية لو كنا فيها أفضل كنا نكسب، ولكن الحكم عنصر من عناصر اللعبة بيقيم في أي استوديو تحليل، حتى حضرتك يا كابتن خالد بتقيم الحكام في مباراة كرة القدم، حتى لو الفرقة كسبانة أو خسرانة، الفرقة اللي حضرتك بتشجعها كسبانة أو خسرانة، حضرتك بتجيب أداء الحكام وبتقيمهم زي ما نفس الكلام احنا بنعمله، لأن ده عنصر من عناصر اللعبة، ليس انتقاد لشخص الحكم وليس انتقاد للحكام، الحكام على راسنا وهم قضاة الملعب، ولكن قرار الحكم بنقول تأثيره على إيه؟ على سير المباراة فقط، ليس أكثر ولا أقل. ولا كنا حملنا الحكام خسارة المباراة، يعني فكرة تقبل خسارة يا كابتن خالد موجودة لو كنت حضرتك شفت الفيديو. طيب الحاجة التانية حضرتك بتقول إنه مفيش روح رياضية، طب أنا أقول لحضرتك الروح الرياضية، حضرتك لو كنت شفت الاستوديو وأنا أشك إن حضرتك شفته، كان موجود معانا الكابتن ممدوح إسماعيل نجم النادي الأهلي، وكان معانا كابتن عصام معوض نجم نجوم نادي الزمالك في الكرة الطائرة. كابتن عصام معوض نجم نادي الزمالك ونادي الشمس كان ضيفنا في الاستوديو التحليلي، إذا إحنا عندنا روح رياضية، كنا نقدر في هذا في هذه المباراة
كنا نقدر نجيب اثنين من نجوم النادي الاهلي، ولكن احنا اثرنا ان احنا نجيب نجم من نجوم نادي الزمالك عشان يبقى فيه دايما مصداقيه في الكلام ورؤيه فنيه حياديه لفريق نادي الزمالك. واللي حضرتك ما تعرفوش يا كابتن خالد ان في الاستوديو التحليلي اللي احنا عملناه لكره اليد لماتشات نهائي الدوري كان بيشرفنا كابتن حسام غريب نجم كره اليد في النادي الزمالك، وشرفنا الماتشين ويعني قوبل استقبال رائع. نجم مصر، نجم نادي الزمالك، ودي اخلاقنا اللي احنا اتربينا عليها في النادي الاهلي يا كابتن خالد. الحقيقه النادي الاهلي احنا اتعودنا كل الاحترام والتقدير المنافس ايا كان اسمه، وعمرنا ما بنشوف اعذار عشان نعلق عليها الشماعه. لو كان في اعذار يا كابتن خالد كان من باب اولى فريق كره القدم امبارح بعد اللي حصل قبل المباراه كان يقول لك مش عايز العب، ولكن اصرار اللاعبين واصرار الاداره، وكان كابتن خطيب محمود الخطيب اسطورتنا كان موجود في الملعب وكان يقدر ياخد قرار بذلك، ولكن اصراره انه يلعب. هل حد كان متوقع المباراه تمشي كده؟ لا، ولكن اصرارنا ان احنا نلعب ده احترام للخصم واحترام لاسم النادي الاهلي، وهو ده اللي اتعودنا عليه، وهو ده اللي هنفضل دايما نقوله. وهقول لحضرتك حاجه كمان يا كابتن خالد، احنا لا نتخطى حدودنا ابدا في برنامج الابطال، بالعكس برنامج الابطال دائما ابدا حتى نجوم منتخبنا بيشرفونا، لا نتخطى حدودنا في النادي الاهلي، احنا عارفين حدودنا كويس ولا نتخطاها. وعمرنا ما بنكون سبب للتعصب. عمرنا ما بنكون سبب للتعصب، ولكن للاسف لما حضرتك تكتب هذا الكلام على البرنامج وعلى تناولنا لقرار حكم معين بننتقده يبقى حضرتك كده بتزرع التعصب، وللاسف ده مش بيخدمنا ابدا ولا يخدم الرياضه، احنا ابدا بالعكس. انا بدعي حضرتك بقى بعد هذه المقدمه حضرتك تتفرج على الفيديو تاني وشوف كلامي صح ولا غلط. طيب في حاجه تانية برضو عايز اقولها، ان حضرتك بتقول مفيش روح رياضيه. طيب يا كابتن خالد حضرتك بتقول لم يتم اذاعه مراسم التتويج. طيب انا بستاذن حضرتك برضو البث المباشر لسه على صفحتنا، هتلاقينا في الاخر يا كابتن خالد زعنا تسلم النادي الزمالك الميداليات وتسلم النادي الاهلي الميداليات، زعنا تسلم الفرقتين. طب هتقول لي ازاي؟ اولا في ظل كورونا يا كابتن خالد وحضرتك عارف ان طبعا مفيش تسلم للميداليات بالشكل القديم، اصبحت الميداليات بتتحط على ترابيزه امام المقصوره واللاعبين بيمروا ياخدوا ميدالياتهم، حتى الكاس بيتحط على ترابيزه ويجي كابتن الفرقه ياخده عشان في كل الالعاب، في السيدات حصل، في طائره السيدات، في طائره في الكره اليد السيدات، كله بيمشي بهذا النظام. زعنا استلام نادي الزمالك للميداليات، وزعنا ايضا استلام النادي الاهلي للميداليات، ولكن انا مش مطالب كقناه النادي الاهلي ان انا ازيع احتفالات نادي اخر، ولا انا غلطان؟ انا ما بقولش نادي الزمالك بالاخص، اي نادي بيحتفل انا قناه النادي الاهلي ازيع احتفالات فرقتي، انا ازيع احتفالات وفرح فرقتي، انا مش مطالب ان انا ازيع اي حاجه لاي فرقه اخرى. والروح الرياضيه لا موجوده يا كابتن، الروح الرياضيه موجوده بالضيف اللي موجود، موجوده يا كابتن خالد. لما رجعنا اول كلمه قلناها بعد العوده من المباراه شكرنا كل الحضور وقلنا هارد لك النادي الاهلي، مبروك نادي الزمالك. بستاذن حضرتك يا كابتن خالد راجع كل الكلام ده، ويا ريت قبل بس ما تشير حاجه بس عشان على الاقل ما يبقاش في كلام يعني ملوش اساس من الصحه يكون يعني يبقى مش مظبوط، بس احنا مش عايزين نتجاوز في كلامنا، بس احنا بنقول لحضرتك رجعنا من ما الكلام موجود على صفحتنا واتمنى حضرتك تشوفه. رجعنا قلنا هارد لك نادي الاهلي، مبروك نادي الزمالك. كل الكلام ده موجود ومثبت وعلى صفحتنا ومش هنشيله، بندعو الناس انها تشوفه، ولكن يا كابتن طبعا هذا الكلام مش مظبوط. طيب الحاجه الثانيه، ليه احنا بنذيع ماتشات العاب الصالات يا كابتن؟ لان احنا من اول يوم لانطلاق برنامج الابطال مع اداره القناه، الاداره المحترمه اللي موجوده، خدوا عهد على انفسهم ان اي ماتش متاح هنقدر نذيعه هنذيعه عشان نكون ورا ابطالنا، احنا برنامج الابطال ورا ابطالنا. ما بنبصش يا كابتن خالد، ما بنبصش فرقتنا هتكسب ولا هتخسر. احنا بنبص نذيع المباراه لجمهور النادي الاهلي، اللي هو احنا عاملين كل ده وقناه النادي الاهلي معموله عشان تخاطب جمهور النادي الاهلي، طبعا جمهور مصر كله العظيم باحترام وبادب، ولكن طبعا احنا قناه النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي وملك جمهور النادي الاهلي. فاحنا ما فيش مباراه بنقدر نلاقي فيها حتى المباريات اللي تخصنا بنذاعها، المباريات اللي ما بتخصناش بنقاتل فيها كقناه النادي الاهلي عشان نذاعها. ليه؟ احتراما منا لجمهور النادي الاهلي عشان يشوف ماتشات فرقه على شاشتنا بدون اي تجاوز وبدون اي شيء. طب يا كابتن خالد احنا بالمناسبه ذاعنا ماتشات اهلي زمالك في السله وذاعنا ماتشات اهلي زمالك في كره اليد وما حصلش مشكله. المشكله حصلت فين؟ بعد ما طبعا حضرتك قلت الكلام ده من غير ما تشوف البرنامج. طب ما شفتش حضرتك قبل كده الماتشات اللي ذاعت؟ ما شفتش ماتشات اليد؟ ما شفتش ماتشات السله؟ احنا اول برنامج بارك لنادي الزمالك على الفوز ببطوله افريقيا. كابتن خالد احنا ما عندناش تعصب، وبقول لكل الاعلام الحقيقه مش كابتن خالد يعني كل الاعلام اللي بيدوس على حته التعصب مش هيلاقي هذا التعصب في قناه النادي الاهلي، بالعكس احنا بنحترم الخصم
زي ما بنحترم انفسنا بالظبط، وده جزء من رساله او رساله النادي الاهلي، احترام الخصم، وزي ما عملت فرقه الكره امبارح بدون اي اتفاق وبدون اي شيء، اللعيبه دخلت غسلت وشها بس ونزلت قتلت في ارض الملعب، مركزين مع نفسنا بس، مع فرقنا بس، مع امورنا الفنيه بس، ولا بنحمل تحكيم خساره ولا بنحكم ولا بنحمل اي شيء، بنعالج اخطائنا فقط. وده سر تفوق النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيبصش على اللي جنبه، ما بيبصش على اللي حواليه، ما بيحطش شماعه على اخطاء الغير، ولكن احنا بنبص على مشاكلنا وبنحاول نحلها في النادي الاهلي، وده اللي اتعلمناه من النادي الاهلي وهنفضل نقاتل عليه وهنفضل متمسكين بيه الى النهايه. ده كان ردنا الحقيقه من برنامج الابطال، ونتمنى يكون ده رد يعني كافي لكل ما يقال الفتره الاخيره. نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نكمل محتوى الحلقه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي باخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. سندس حشانه نجمه النادي الاهلي لكره اليد بتلعب مع منتخب تونس، منتخب بلدها، في بطوله افريقيا. حصلت على المركز الثالث والميداليه البرونزيه وتاهلت لكاس العالم للسيدات، وكسبوا الكونغو في الثالث والرابع 22-19. وبالمناسبه اول اربع فرق بيتاهلوا لكاس العالم للسيدات مباشره. والحقيقه سندس دي صورها، سندس حققت انجاز كبير ان هي خدت ثالث البطوله ميداليه برونزيه، طلعت كاس عالم، وايضا خدت احسن صانع العاب في البطوله. طبعا دي انجازات كبيره من سندس، وده ان دل فبيدل ان النادي الاهلي بيستعين بخبرات اللاعبات او اللاعبين من طراز فريد يعملوا الفرق مع النادي الاهلي. نتمنى من سندس كل التوفيق مع منتخبها، ونتمنى ليها ان شاء الله كل التوفيق مع النادي الاهلي. لسه عندك الكتير يا سندس. وبالمناسبه بفكركم فريق الكره الطائره للسيدات خد كل البطولات السنه دي، سواء بطوله منطقه، دوري او كاس. الحقيقه فريق كويس وفريق محترم، نتمنى له كل التوفيق بقياده طبعا الكابتن يحيى يوسف. خلينا نروح لناشئات كره اليد مواليد 2006. الفريق ده الحقيقه توج ببطوله الجمهوريه. فريق ناشئات كره اليد الاهلي تحت 15 سنه مواليد 2006 فازوا امبارح بلقب بطوله الجمهوريه بعد ما كسبوا نادي سبورتنج بنتيجه 35-33. الماتش كان صعب جدا، 35-33، والماتش اتلعب في اسكندريه على صاله نادي الاولمبي. وبالمناسبه الفرقه دي اللي حضرتك شايفين صورها فازت بكأس مصر منذ أيام كمان، ما شاء الله فريق يدل على أن المستقبل لكرة اليد في النادي الأهلي للسيدات مطمئن، وإن شاء الله يكون في تصعيد من مجموعة من اللاعبات دي. خلي بالكم سنة أو اتنين ويكون اللاعبات دي موجودين في الدرجة الأولى، فده مستقبل كرة اليد للسيدات في النادي الأهلي. هنروح لإيهاب عبد الرحمن، لاعبنا لاعب طبعا ألعاب القوة بالنادي الأهلي ورمي الرمح، فاز بذهبية ألعاب القوة في البطولة العربية اللي بتقام اليومين دول. إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني الأول لألعاب القوة ونجم النادي الأهلي، حقق الميدالية الذهبية في مناسبة رمي الرمح البطولة العربية اللي بتلعب دلوقتي في تونس. طبعا دي صور لإيهاب عبد الرحمن، وجه في المركز الثاني زميله في النادي والمنتخب ماجد حسن البدري بعد ما حقق رقم 72 متر و76 سنتي. ألعاب القوة في الأهلي محققة نتائج كويسة جدا في البطولة، فهنلاقي إسراء عويس حققت ذهبية الوثب الطويل، وكمان إسلام أبو سريع حقق ذهبية رمي المطرقة، اسلام عبد الوهاب حقق فضيه سباق 220 كيلو مشي ما شاء الله، وفازت ايمان عبد المطلب بفضيه سباق 400 متر عدو. ولو رحنا لبقيه الميداليات البرونزيه فنلاقي حسن عبد الجواد نجمنا واللي كسب برونزيه رمي المطرقه، والبطوله هيشارك فيها 20 دوله عربيه. الحقيقه رقم عدد كبير، وبفكركم ان البطوله دي مؤهله للاولمبيات، اللي هيجيب رقم التاهل هيتاهل. عشان كده البطوله العربيه دي بيشارك فيها 20 دوله، هو رقم كبير ما اخدناش على كده. البطوله العربيه حتى للالعاب الجماعيه ما بيشاركش فيها 20 دوله، يشارك 10، ده لو يعني حصل ان اشتراك كبير، انما يشارك 20 دوله ده فبيدل ان دي بطوله مهمه. وليه مهمه؟ لان الاتحاد الدولي لالعاب القوى خلى البطوله دي من البطولات المؤهله للاولمبيات، عشان طبعا كورونا وبطوله افريقيا كان فيها مشاكل، جعل البطوله دي مؤهله طبعا للاولمبيات. وبالمناسبه مش كل الدول العربيه في افريقيا بس، في دول عربيه في اسيا، فطبعا بطوله مهمه وقويه جدا. كل التوفيق لابطالنا وابطال مصر في العموم طبعا ان هم يتاهلوا للاولمبياد. هنروح لاتحاد الجمباز، طبعا الدكتور ايهاب امين اللي كان ضيفنا في الحلقه اللي فاتت، رئيس اتحاد الجمباز واللي بيعمل طفره كبيره جدا. افتتح اول امبارح بطوله كاس الفراعنه الدوليه للجمباز الايقاعي، واللي بتتلعب على صاله مدينه الشباب والرياضه ب 6 اكتوبر في الفتره من 18 لحد 20 يونيو اللي احنا فيه. البطوله دي بيشارك فيها 12 دوله، وهم اذربيجان، اوكرانيا، جورجيا، مولدوفا، اليونان، المجر، بولندا، ايطاليا، لبنان، روسيا، اوزبكستان، ومصر البلد المضيف، باجمالي 373 دوله او 373 لاعبه، مش دوله، لاعبه. واكد ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز ان كل الوفود واللعيبه اللي وصلوا لمصر عشان يشاركوا في البطوله اتعمل لهم مسحه طبيه، طبعا ده بروتوكول وزاره الصحه،
تحت اشراف مسؤولين طبعا من وزاره الصحه، وبنعمل كل الاجراءات الاحترازيه عشان نحافظ طبعا على الوفود الموجوده واللعيبه، وده اجراءات مصر بتعملها. ممكن ساعات البطولات زي ما قال دكتور ايهاب امين البطولات الدوليه مش مشترطه المسحه، ولكن وزاره الصحه ليها البروتوكول بتاعها يحترم وبينفذ. رحنا طبعا صورنا تقرير في البطوله دي، نتفرج على التقرير ده مع بعض وارجع لحضراتكم تاني. الحقيقه هي بالنسبه للايقاع هي اول واحده، انما احنا عملنا بطولتين لكاس الفراعنه، بس الفرع الثاني اللي هو الايروبيك، فالناس هنا بدات تبقى متدربه وعارفه الرولز بتاعه البطوله وطريقه الاستعدادات بتاعتها. الحمد لله المجموعه النهارده شغاله بكفاءه عاليه جدا، والبطوله فيها امور صعبه شويه لان جمباز لعبه تكنيكال عاليه قوي، محتاجه سكورينج سيستم، محتاجه اجهزه كمبيوترات سوفت وير. الحمد لله الاتحاد موفر الكلام ده كله، فاحنا نقلنا الاتحاد المصري الجمباز نقله كبيره قوي، واحنا النهارده بنقارن مستوى ادائنا بمستوى اداء الاتحاد الدولي. الحقيقه ده عيب علينا كبير، بس الحمد لله احنا عندنا دعم كبير قوي من الوزاره واللجنه الاولمبيه، دكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه معانا ومتابع معانا، وفي دعم مالي ومادي الدوله موفره لنا حاجات كتير جدا، فكان دور علينا ان احنا نتحمل المسؤوليه ونشتغل ونأدي بهذه الكفاءه. يعني الحمد لله مجموعه الشباب اللي معانا في الاتحاد مجموعه كبيره قوي، زي ما يمكن حضراتكم شايفين البطوله كلها بتدار، او البطولات كلها اللي احنا عملناها بتدار بمصريين شباب مصر، سواء بنات او رجال، حاجه تفرح وحاجه تشرف. عندنا هدف واحد، ازاي نحط مصر على المكانة اللي تستحقها على الخريطة العالمية، وده هدفنا. احنا الحمد لله الاتحاد بيتعاون باسلوب حرفي، دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد عمل مجموعه متناسقه مع بعض متجانسه في العمل، ساعد ان احنا نقدر نعمل عمل ورا عمل ورا عمل، بحيث ان احنا بقينا في الاتحاد الدولي مسمعين ان مصر تقدر تنظم بطولات. طبعا في صعوبات بسبب البانديميك والكورونا حاليا، لكن بصراحه التنظيم الدولي اللي حصل في افريقيا وكاس العالم وليها هنا وقبليها في شهر 4 كانت بطوله الايروبكس، خلى الدول تعرف ان مصر قادره وان احنا عندنا الاستعدادات وعندنا التعليمات الطبيه والمحافظه على التباعد الاجتماعي والحاجات دي كلها، خلت الناس تبقى واثقه ان هم هيجوا ويبقوا امنين في مصر. الاتحاد في اخر شهر 3 بطولات مش بطولتين، يعني واحده الايروبيك وواحده كاس عالم، والنهارده بس هي الايروبيك والفراعنه، وده النهارده دي بطوله انديه مش بطوله منتخبات. فالحقيقه ده نقدر نقول عليه ترتيب الاتحاد من الالف للياء، لكن بطوله العالم الدوله كلها اشتركت في تنظيمها، احنا كنا الجزء الفني فيها بس، يعني وزاره الصحه هي كانت مامنه الفقاعه، ووزاره الداخليه كانت مامنه الدخول والخروج ليها، ووزاره الرياضه هي اللي قامت يعني بالانفاق على البطوله. ما نقدرش نقول الاتحاد كان ليه دور قوي في ان هو يجيب البطوله اللي نشتغل عليها 3 سنين ونص، اللي هي بطوله صعبه ان هي تيجي، وبعد كده الاتحاد هو اللي جاي الجزء الفني في الافتتاح وفي الامور التنظيميه. يعني احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت قدرنا ان احنا برضو كل ايفنت للتاني احنا بنشوف احنا عملنا ايه وبنطور من نفسنا، والحمد لله مجهود المجموعه كلها وتحت رئاسه الدكتور ايهاب رئيس الاتحاد والمجموعه كلها وكل الناس اللي شغالين في الاتحاد، حتى اذا كان فولنتيرز او موظفين. الحمد لله المره دي الموضوع كان اسهل شويه بالنسبه لنا، الايفنت كويس، التحضيرات الحمد لله لحقنا نخلص في الوقت المطلوب، ما يعني كانش فيه برده الضغطه اللي فاتت، والحمد لله المره دي برده بلاد المشاركه الحمد لله ازيد، حتى كمان بطوله الايروبيك اللي كانت موجوده في شهر 4، وده نتيجه الكام بطوله الحمد لله احنا عملناها في الفتره اللي فاتت، والناس شافت احنا الترتيبات والتحضيرات اللي احنا عاملينها من كل اذا كان الحاجات الطبيه او الاحترازيه، موضوع كورونا، تحضيرات الملعب، التحضيرات اللوجستيكيه، ان برضو نبقى جينا عندي بحثات كتيره برضو محتاجه تحضر لها كويس قوي للوصول للوفود والتسكين. فالحمد لله الموضوع احنا كمان بالوقت بناخد خبره كويسه، وكل المجموعه الحمد لله متعاونه جدا، وكل الموضوع حبا في الجمباز. I was saying the organization has really been excellent, absolutely excellent.
And I was first here for هو شايف ان استعدادات كاس العالم كانت فوق الممتاز وان هو شايف ان احنا نظمناها ولا كاننا بننظمها بقالنا 10 سنين فهو شايف ان ده حاجه مهوله وهنا كمان البطوله هنا واستعدادات والدول مع الاحترازات الامنيه للكورونا COVID, but their protocols have been very very good I feel completely safe هنا ببقى انا عارفه ان انا في مكاني وفي سبورترز كتير حواليا وان انا ببقى على الارض اللي انا متعود عليها فبقى مور كول بس بره ببقى لهم مزنوقه واخده حته ومش عارفه اي حد حواليا فالمدربه بتاعتي بتبقى انا وهي لوحدنا كده اهلا بحضراتكم من جديد بس الحقيقه انا شفت التقرير معاكم عندي تعليق صغير طبعا شفنا يعني كلمه رئيس الاتحاد الدولي وشفنا قد ايه هو اشاد بتنظيم مصر نظمته سواء في البطولات السابقه والحاليه والحقيقه مصر زي ما قلنا وبنعيد وبنزيد مصر اصبحت قبله الرياضه في العالم صدقوني يا جماعه الكلام ده حقيقي وبيدل على كل كلام الضيوف اللي بيجوا مصر بيحسوا ان مصر ليها خبره كبيره جدا في التنظيم وده بسواعد مصريه 100% وشفنا كمان اللاعبه اللي في الاخر بتقول طبعا لعبت الجمباز بتقول الحقيقه انا في بلدي ووسط ناسي بتقول يا حبيبتي بطريقه عفويه يعني هي صغيره لسه طفله طبعا بتقول قد ايه انا ببقى مبسوطه ان انا في مصر وببقى عندي ثقه وببقى هاديه لما بطلع مره ببقى واخده جنب يعني بتكلم يا حبيبتي بايه ببراءه بس ده بيدل قد ايه تنظيم البطولات ده بيدي خبره كبيره جدا للاعبات والثقه خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي يبحث استعدادات استضافه مصر لبطوله العالم للكره الطائره للجلوس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل النهارده الصبح عدد من ممثلي الاتحادات المصريه او الاتحاد المصري للكره الطائره البارالمبيه علشان يناقشوا استعدادات مصر لاستضافه بطوله العالم للكره الطائره جلوس واللي هتتلعب هنا في مصر شهر 12 اللي جاي مسؤول الاتحاد عرضوا التصور الخاص بتنظيم البطوله بمشاركه 32 منتخب للرجال والسيدات رقم كبير جدا كل التوفيق طبعا لمصر في تنظيم هذا الحدث الكبير وزي ما قلت لحضراتكم كل يوم بنسمع عن اعلان عن بطولات دوليه كبيره على حجم كؤوس العالم وبطولات العالم ومصر قادرة على تنظيم ده نروح طبعا للعبة الريش أو ريشة الطائرة عندنا خبر جيد كويس جدا أنه طبعا كابتن هشام التهامي فاز بعضوية الاتحاد الأفريقي لريشة الطائرة طيب خلينا نقول التفاصيل حصل التهامي على الأغلبية الساحقة من الأصوات على منصب العضوية من خلال الانتخابات اللي اتعملت امبارح على طريقة أو تقنية الفيديو كونفرنس وبعد الفوز ده طبعا الدكتور هشام التهامي شكر رئيس اتحاد الريشة واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادات أو اتحاد الاتحادات الأفريقية الأوكاسا وكمان شكر طبعا دكتور أشرف صبحي وشكر كمان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومزيد من التفاصيل معانا عبر الهاتف الكابتن هشام التهامي طبعا بنقول لك ألف مبروك يا كابتن هشام الله يخليك شكرا ألف مليون مبروك والحقيقة ده بيحط على حضرتك طبعا يعني مسؤولية كبيرة حضرتك دلوقتي بتمثل مصر داخل الاتحاد الافريقي اللعبه بتشهد طفره عندنا هنا الفتره اللي فاتت وعندنا تاهل الاولمبياد بثلاث لاعبين يعني عندك امور كتير وملفات كتير محتاج طبعا تساعد فيها مصر وتساعد افريقيا كلها يا كابتن اكيد طبعا ده دورنا طبعا ان احنا نشرف مصر في اي مكان بنحاول طبعا نعمل كل اللي نقدر عليه عشان برضو مش اسم هشام التهامي هو الاتحاد الافريقي بيبقى اسم مصر هو بيبقى هو الموجود وطبعا مصر اكيد في كل المجالات يعني ليها دور كبير قوي طبعا اليومين دول طبعا احنا عايشين الطفرات الرهيبه اللي احنا عايشين فيها ان اسم مصر مرفوع في كل حته فده احنا يمكن يعني حاجه صغيره كده بنزودها لاسم مصر يا رب احنا نكون قد المسؤوليه يا رب اكيد يا كابتن قدها ونتائج الاتحاد كمان واضحه ونتائج مميزه واخيرها طبعا زي ما قلت انا قبل ما يعني اكون مع حضرتك تاهل ثلاث لاعبتين ولاعب للاولمبيات وكنا قلنا الخبر ده اكتر من مره طب كابتن عندك ايه في يعني زي ما بيقولوا في جعبتك للعبه الفتره اللي جايه بعد الاولمبيات والله طبعا بالنسبه لمصر احنا بنحاول زي ما احنا وصلنا لاهدافنا في الفتره الدوره اللي فاتت يمكن خدناها من اولها عندنا كان اهداف اولا هدف نشر اللعبه وده حصل الحمد لله بعد ما ابتدينا يمكن بتسع هيئات دلوقتي عندنا اكثر من 24 هيئه طب يا كابتن طب حلو تسع هيئات و24 هيئه طب كم لاعب ولاعيبه دلوقتي كانوا بيمارسوا ودلوقتي بيمارسوا يعني الطفره اللي حصلت في الاعداد قد ايه يا كابتن؟ يعني الطفره لا الطفره يمكن اربع خمس اضعاف طبعا لان الهيئات بالمحافظات
يعني كفايه برضو ان احنا كان عندنا حته ان انت تقول لحد لعبه ريش الطيار يقول لك ايه هي لعبه ريش صحيح الطيار، صحيح. لكن ده كان دور الاتحاد، وطبعا دوركم كاعلام سلطتوا الضوء طبعا علينا كتير، وما كنتوش هتسلطوا الضوء علينا الا لما يكون في برضو احنا في تحرك، في نتائج، في انتشار واسع، فاكيد انتوا دوركم كان قوي جدا اكيد يعني. فالحمد لله يعني انتشار لعبه، نتائج اوائل افريقيا في جميع المراحل السنيه، دي نتائج جميله جدا ما حصلت. طب يا كابتن حضرتك ده على مستوى انتشار اللعبه، طب على مستوى البطوله بقى، يعني كمان احنا طبعا انتوا حضراتكم رفعتوا سقف طموحاتنا بعد ما انتهينا الاولمبياد ان احنا وبقينا من احسن 50 دوله في العالم بتلعب اللعبه دي. احنا دلوقتي عايزين نبقى ندور على ميداليه سواء في بطولات العالم او في الاولمبياد، ماشيين على الطريق ده ولا لا يا كابتن؟ أكيد أكيد إحنا ماشيين في خطط طويلة المدى وخطط قصيرة المدى من أول ما تولينا المسؤولية. خطط طويلة المدى إحنا عندنا الناشئين اللي هم إحنا اهتمينا بيهم كتير الفترة اللي فاتت، ابتدوا ياخدوا ميداليات في البطولات الدولية اللي ما كانتش بتحصل قبل كده من الناس الموجودة دلوقتي، لكن الموجودين دلوقتي كانت الخطة اللي هي اتنفذت الحمد لله وربنا وفقنا فيها، ان احنا يعني اللي احنا الهدف بتاعنا كان الثلاثة يتأهلوا، فعلا الثلاثة تأهلوا مش مثلا واحد او اتنين. لا صحيح يا كابتن، كل المجموعة اللي احنا وعدنا بيها الحمد لله وعدت وصدقت يا كابتن هشام. طبعا كابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري ريش الطائرة، بشكرك شكرا جزيلا، وكما وعد حقق كابتن هشام طبعا وعده بتأهل الأولمبياد. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا. هيكون معانا زي ما قلت لحضراتكم الاول كابتن محمود نعمان نجم الكرة اليد في النادي الاهلي، وهيكون معانا عبد الرحمن طه احد الحراس المرمى بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بنجومي اللي مشرفني في الاستوديو، برحب بالنجم الكبير محمود نعمان لاعب الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك يا كابتن، منورنا في قناه النادي الاهلي. حضرتك ربنا يخليك. ومشرفنا طبعا حارس المرمى، حارس مرمى النادي الاهلي، واللي ما شاء الله يعني من الشباب الواعدين جدا في حراسه المرمى قدامه ان شاء الله مستقبل باهر، معانا عبد الرحمن طه. ازيك عبد الرحمن؟ ظهرك منورنا منور النادي الاهلي. يمكن اجي لك انا عمان، انت طبعا اول مره تعرفنا هنا في الاستوديو. كنا اتكلمنا قبل الموسم يبتدي، وكنت ده اول موسم ليك مع النادي الاهلي. يعني كلمني تقييمك للسنه اللي انت فيها، هل انت راضي؟ هل انت خدت خطوه لقدام؟ كلمني عن تقييمك للفتره اللي انت قعدتها في النادي الاهلي السنه اللي فاتت. اكيد طبعا اول سنه في النادي الاهلي ما بتبقاش سهله، يعني بيبقى برده فيها شويه صعوبات لما الواحد بيتعود على الجو والضغط وكده، الدنيا مختلفه عن اي نادي في يعني كنت بلعب فيه وكده، بس اكيد اخدت استفدت حاجات كتير يعني في الماتشات وفي ماتشات القمه بالذات. يعني يمكن كمان بطوله افريقيا اتاجلت، لو كنا لعبناها كانت هتدي خبرات اكتر، ويعني هتديني يعني مع الفرقه ماتشات قويه يعني اقدر العبها معاهم يعني. صحيح. طب عبد الرحمن كلمني برضو عن السنه دي، يمكن انت الحمد لله انضميت للمنتخب، انت لسه راجع من المنتخب من ايام انضميت لتدريب الفريق. كلمني برضو عن تجربتك مع الفريق الاول، خاصه ان انت لسه 22 سنه ما شاء الله صغير يعني. انا هو بقى لي 3 سنين في الدرجه الاولى. طبعا يعني الفتره اللي فاتت دي كانت فتره جميله جدا، حتى احنا الفرقه اللي كابتن طارق كونها السنه اللي فاتت دي كانت معظمها جيلي ومعظمها شباب صغيرين. صحيح. الناس كلها كانت يعني مش معظمهم لعبوا اهلي يعني النادي اهلي كتير يعني، والماتش القمه يعني اول مره اتحطوا قصدك في الضغوط دي. بالظبط. بس كابتن طارق دخلهم في الفرقه بسرعه جدا، خلانا نبقى مع بعض، دخلهم حتى الشباب الكبار سنا ده مقاومه كمان يعني. صحيح. ان هم صراحه خلونا نخش في وسط الفرقه، دي حاجه يعني كانت. لا وانت لسه جدا. عندك كتير، خلي بالك عبد الرحمن، وعليك امال كتيره بالنسبه للجمهور الاهلي. اعزائي المشاهدين، طيب احنا عملنا تقرير عن فريق كره اليد في النادي الاهلي، واتكلمنا بالاخص عن نجميني اللي مشرفني في الاستوديو. نشوف التقرير ده وارجع لحضرتك تاني. نجح لاعبو الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي في إسعاد جماهير القلعة الحمراء مع نهاية الموسم المنقضي، وذلك بعد تتويج بكأس مصر بعد التغلب
الإيجابي على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 26-23 في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. وقدم نجوم القلعة الحمراء أداء مميز خلال الموسم، وظهر تألق أكثر من لاعب خلال مباريات الدوري وكأس مصر، حيث استطاع عبد الرحمن طه في الزود عن مرماه في العديد من اللقاءات، ويأتي على رأسها مواجهة الزمالك الأخيرتان بالدوري، فيما تألق محمود نعمان في صناعة اللعب وتنويعه لزملائه داخل الملعب في العديد من المباريات الهامة في الموسم المنقضي. وطلب عدد من خبراء اللعبة بضرورة ضم الثنائي لمعسكرات المنتخب الوطني، لا سيما في ظل إمكانياتهم الكبيرة والتي تتطور يوما بعد الآخر، كما أنهما سيستفيدان من الاحتكاك القوي مع العناصر الأخرى بالمنتخب أو المدارس المختلفة التي يلعب أمامها منتخبنا الوطني. ويسعى الثنائي لإثبات كفاءتهم بشكل أكبر وتواجدهم في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في الموسم المقبل، ورسم البسمة على قلوب عشاق ومتابعي نادي الأهلي من خلال حصد البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري. وتأمل جماهير الشياطين الحمر في مساعدة الثنائي لكافة زملائهم بالفريق لحصد كافة ألقاب الموسم الجديد والمزمع انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل. وطبعا زي ما حضراتكم فاكرين الفريق كرة اليد الأول، الفريق الأول كرة اليد بنادي الأهلي، وطبعا نجوم ومشرفين في الاستوديو، خدنا كأس مصر السنة دي والدوري خسرناه بعد مباراة فيصل مع نادي الزمالك، وأداء كان يعني جيد من فرقتنا الحقيقة، وكنا أقرب في أوقات كتيرة جدا بالفوز بالدوري، يعني الفرقة الحمد لله جيدة. خليني بس قبل ما أروح لضيوف وأخد رأيهم في الموضوع اللي أحكي لحضراتكم، نظام الدوري الجديد، يمكن الاتحاد حط نظام للدوري جديد خالص، قال إنه هيقسم 16 فرقة، هيقسمها مجموعتين، النادي الأهلي على رأس مجموعة ونادي الزمالك على رأس مجموعة، هتلعب من دور واحد. تمام، يعني هيلعبوا مباريات من دور واحد، يعني ده يلعب 7 مباريات وده يلعب 7 مباريات، وبعد كده هياخد اول 4 من هنا واول 4 من هنا، يجيبهم مع بعض يبقوا 8 فرق، بعد كده يلعبوا دوري رايح جاي، بعد كده هيطلع من الدوري رايح جاي ده الفرقه هتطلع بنقاط ويترتبوا من الاول للثامن، هياخد اول 4 فقط من الستيب الثانيه ياخدهم يروح بيهم دوره مجمعه لتحديد البطل، بس اللي هيطلع من الدور الثاني هيبقى طالع بنفس النقاط، دوري طويل جدا، الاول والثاني من الدوري القادم هيروح افريقيا، الثالث والرابع هيروح بطوله عربيه. نعمان شايف الدوري ماتشات كتيره، يعني تلعب 7 وبعد كده 16 وبعد كده تلعبك 3، يعني هتلعب حوالي 26 ماتش في الموسم، رقم كبير، احنا جاهزين له؟ اكيد طبعا، احنا الفرقه بتاعتنا نصها بيتدرب في المنتخب وبيستعد لاولمبياد طوكيو، والنص الثاني بيتمرن مع كابتن طارق محروس تمرين قوي جدا، وبنتمرن 4 ساعات في اليوم وبنستعد بشكل كويس. كابتن طارق دايما بيبقى عايز الفرقه كلها تبقى جاهزه، سواء اللي في المنتخب او اللي بره المنتخب، كله بيبقى جاهز، بيبقى يعني استعداد ان هو ينزل الماتش في اي وقت. ايوه، احتكاك الماتشات. متوسط العمر يفرق معانا برضو يا نعمان، يعني خلي بالك احنا الحمد لله متوسط عمرنا اقل كتير من المنافس. هل الدوري طويل ده يبين امكانياتنا في حته الفتنس، وان احنا عندنا اكيد معدلات لياقه اعلى؟ اكيد طبعا، يعني كابتن طارق يعني في الحته دي بيهتم بيها جدا، موضوع اللياقه والجري وكده، ومعدل الاعمار بتاع الفرقه يساعد جدا اللي هو يعني كابتن طارق ينفذ شغله في ان اللعيبه تقدر تجري طول الماتش ويعني يلعبوا هاندبول حديث يعني. صحيح، وده كمان بان في اخر السيزون اللي فات، ان الفتنس بتاعنا واللياقه بتاعتنا كانت فرقه كتير، حتى صحيح. في يعني في طول ال 60 دقيقه احنا بنلعب بنفس الريتم بنفس الشكل بنفس كل حاجه. صحيح. وعندنا 1-2-3 ممكن يغيروا في اي وقت، طارق مهيئ اي حد على الدكه اللي هو ينزل، طارق شايف الناس اللي على الدكه كلها يعني في اي وقت كله جاهز اللي ينزل في الملعب، هو عارف اللي هو هيعمل اللي عليه. طب قول لي عبد الرحمن، انت حسيته في الملعب ان لما لعبنا ماتشين الزمالك اللي هم بتوع الدوري، وبعد كده عملنا ماتش فيصل، وبعد كده رحنا للكاس، كان لعيبه الزمالك دايما بيلجأوا ان هم يقللوا سلو داون لسرعه الجيم، هل انتوا كنتوا حاسين؟ يعني احنا كمتفرجين حسيناه، انتوا في الملعب حسيتوه ان هم بيتعمدوا
يقللوا سرعه الجيم عشان يقدروا يجروا المعدلات اللي قبل احنا يعني احنا كنا متوافقين عليهم ان احنا نجري عليهم. صحيح نزل نجري كابتن طارق هو يعني هو يعني هو مدخل في مصر فكره ان الفاست بريك على طول شغال كسبان لا قدر الله خسران على طول اجري يعني دي حاجه طبعا يعني متمرنين عليها بالظبط متمرنين عليها فدي الصراحه فرقه عن يعني فرقتنا فرقه عن الناس كلها في الحته دي. وقدرتوا بشكل او اخر ان انتوا حتى كاس بعد ما تلقينا الخساره وكنتوا انتوا برضو نفسيا يعني متضايقين ولكن الفتنس وفوقتوا نفسكم في الكاس وكسبنا. بالظبط احنا في ماتش الكاس من اول الجيم احنا فارقين 3-4 ومستريحين وبنلعب احنا بقى اللي بقينا نلعب يعني احنا اللي ماسكين رتم الماتش. صحيح احنا اللي عايزين نجري امتى عايزين نجري ولا عايزين نهدي بقينا احنا اللي ماسكين رتم الماتش. كابتن طارق طبعا دي كل ده تعليمات كابتن طارق ومحضرين الماتش كويس جدا احنا حاطين سيناريو كان كابتن طارق حاطط السيناريو يعني كذا سيناريو اللي احنا نمشي بيه بس الحمد لله ربنا كرم يعني الحمد لله. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع طبعا نجوم كره اليد في النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد نعمان اجيلك يعني احنا السنه دي بدانا تمرين خلاص كلمني عن بتتمرنوا ازاي فترات التدريب هل احماه بس هل في فني كمان كلمني عن الفتره دي. احنا بقالنا اسبوعين شغالين مع كابتن طارق والجهاز كابتن صابر ومدرب الاحمال كابتن تامر الحمد لله شغالين معاهم كويس قوي وبنتمرن في الجيم يعني في الاسبوع في يعني بتمرن حوالي 6 تقريبا حاجه كده تمرين 4 ساعات تمرين بتاع 4 ساعات لا يعني تمرن الصبح وبالليل ولا بالليل؟ لا احنا بناخد تمرينه كامله بس عشان احنا مش صعب صبح وليل بنتمرن فتره كبيره بس بتاخد تمرينه واحده ساعتين 4 ساعات بس خبر ابيض. طب بتقسمينها ازاي او كابتن طارق بيبقى في الاول جيم في الجيم مثلا ساعه يعني ساعه ونص او ساعتين او كده في النادي في جيم في جيم النادي وبعد كده بنطلع على الملعب او على التراك على حسب لو في جري مثلا بنجري اول وبعد كده ممكن يبقى في الاخر خالص بعد الاحمال والفوتور بيبقى في الاخر هاندبول في هاندبول هاندبول اساسيات ولا جماعي لا يعني لسه مش لا مش جماعي بس فردي يعني كابتن بيمسكنا فردي كده ويعني بيطور الشوطه بقى والباس والكلام ده لسه في الاول يعني. طب قول لي يا نعمان انتوا طبعا مش بس كل الموضوع متعلق بالمدير الفني يعني مش المدير الفني المدير الفني بيبقى ليه تطوير بعض الامور بس انت كلاعب لازم تشتغل منتال على نفسك انت شفت السنه اللي فاتت كان عندي قصور في ايه مثلا هل انتوا كلاعيبه بالذات اللعيبه الشباب عندهم الفكر ده عندهم المينتاليتي دي ان هو يقدر يشتغل على مشاكله بتاعت الموسم السابق اكيد طبعا الفرقه كلها بتشتغل على نفسها حتى يعني برضو كابتن كان بيقول لنا لكل واحد لازم انا مش هديك كل حاجه والجهاز مش هيديك كل حاجه انت يعني لازم برضو تشتغل على نفسك وتصرف على نفسك عشان تقدر تطلع بمستوى كويس كل واحد بيبقى ناقصه مثلا قوه جيم مش سرعه بتاع لازم هو اللي يشتغل على نفسه لوحده فيها اكيد طبعا صحيح طبعا عبد الرحمن نفس الكلام بالنسبه لك بس هل تدريب حراس المرمى بيختلف عن تدريب اللاعبين يعني كابتن نعمان قال ان احنا بنتمرن 4 ساعات اكيد في اختلاف عن حارس المرمى واللاعب انا بتمرن مع يعني زي ما هم ماشيين بالظبط اتمرن في الجيم عادي معاهم يعني انت في المفرمه معاهم تمام كابتن طارق مش سايب حد يصير يعني هو لازم تبان عليكم التعب طبعا لسه جايين تمرين محدش قادر يمشي عليك اصلا والله بلا حاسس ان انتوا حتى صوتكم مش طالع بالظبط طب يا جماعه بعد البرنامج كده لازم عشا جاب التمرين 4 ساعات اتفضل عبد الرحمن فاحنا بنطلع من الجيم على طول لو هم يخشوا تراك بخش معاهم تراك لو ملعب بخش معاهم ملعب كابتن ماضو طبعا مدرب كبير مدرب حراس طبعا مدرب كبير جدا بيشتغل معاه فنيات وفي اتجاه حراسه المرمى او فيتنس اتجاه حراسه المرمى صحيح يعني هم يشتغلوا في الملعب هو مثلا ياخد في نص الملعب الثاني اشتغل انا لوحدي ما انت بتتمرن دلوقتي طبعا لوحدك لان الطياره مع المنتخب اتمرن لوحدي هل حد من صعب الناشئين معاك ولا لا لسه بس هم عشان هم في اجازه باين لسه مخلصين السيزون بتاعهم من قريب كابتن طارق مديهم كده راحه بسيطه ويرجعوا طب برضه نفس الكلام انت شغال على نفسك منتال زي ما قلنا طبعا حضرتك لما بتيجي النادي الاهلي متعاقد معانا حضرتك بتمضي عقود احتراف فانت لازم تبقى انت يعني زي ما نعمان قال انت بتستثمر في نفسك وبتشتغل على نفسك حتى نومك واكلك وبره الملعب مش جوه الملعب بس انت لازم تبقى انت
يعني مسيستم حياتك كلها، مفيش يعني مفيش دروب فيها في اي حاجه عشان هيأثر عليك في الملعب. صحيح. وخلي بالك احنا ما شاء الله يعني عبر احنا عندنا اقوى حراسه مرمى في مصر ما شاء الله، انتوا الثلاثه اي واحد فيكم يبقى منتخب مصر. مريح الحمد لله. احنا يعني احنا الثلاثه على طول لما في المنتخب احنا الثلاثه بنروح المنتخب. ودي ما بتحصلش في كل الانديه خلي بالك، يعني مش دايما الانديه بيروح منها ثلاثه وثلاثه، اي حد وانت مغمض يقف في حراسه المرمى هيسد. بالظبط. يعني يعني برضه دي كومبيتيشن اللي بينكم، المنافسه موضوع صعب يعني. اه المنافسه شريفه طبعا. كل واحد بيعمل اللي عليه. اه طبعا كل واحد بيعمل اللي عليه، كل يعني كله احنا اخوات طبعا، متربيين مع بعض كلنا، كلنا طالعين من تحت، كلنا لعبنا مع بعض تحت. نعم. فكلنا يعني يعني صحاب. عندكم نفس طبعا، عندكم نفس الروح صحاب. طبعا طبعا حتى اللي بيجي من بره بيخش في الروح دي. اي حد بيجي من بره طبعا احنا بنقف جنبه، حتى يعني زي مصطفى خليل لسه جاي، ده هو اصلا من النادي. صفقة الانتقال اللي جت ابن النادي. فهو كمان دوره كبير الفترة دي، اللي هو لم الفرقة والناس الصغيرة، وعارف سياسة النادي الاهلي، وعارف يلم الناس ازاي، يدخلهم في اجواء يعني مرحلة اللي انت بتطلع من الناشئين لدرجة اولى دي. طبعا انت لسه فكرك ومش مش احسن حاجة. مش انتوا اتبسطتوا بانضمام مصطفى كمان للفرقة؟ طبعا طبعا اكيد. طبعا لعيب كبير طبعا، و محترم يعني، حاسين اضافه فنيه كبيره طبعا. طبعًا. هو اكيد كده طبعا دي رؤيه الجهاز الفني، بس طبعا بيبقى حلو لما يسمع الكلام ده من اللعيبه طبعا. يعني بيلعيبه زمايله اكيد بيبقى كويس يعني. بالظبط. طب قول لي يا نعمان برضه، يعني يمكن هتكلم عن كاس مصر اللي فات، كان في ظروف صعبه طبعا. انتوا كنتوا طالعين من خساره الدوري، وكابتن محمود الخطيب يعني قعد معاكم او وقف معاكم بعد المباراه، عايز اعرف قال لكم ايه، اتعاهدتوا على ايه؟ يعني كلمني في لحظه بعد ما انتهى الدوري ونتوقف عند مشهد كابتن محمود الخطيب الى حصولنا على كاس مصر. هو اكيد كان في مجهود كبير جدا من اول رئيس النادي لغايه كل الناس. يعني اول ما خسرنا ماتش الدوري كابتن محمود خطيب جمعنا في الملعب وقال لنا ده ماتش يتنسي، انتوا لازم تبقوا يعني الماتش ده حرام يضيع، بس تعلموا عندكم ماتش كاس، ما تفكروش في الخساره، انتوا الماتش اللي جاي ان شاء الله تكسبوه. وهو فعلا كان هيجي، بس هو قال ان انا اتاخرت عليكم وكده ما عرفتش اجي يعني كده، وكرمنا بعد كده في النادي فهو واقف معانا يعني، واقف معانا يعني. يعني بالعكس هو كان سبورت ليكوا جامد جدا بعد الخساره، مهمه جدا في الملعب بعد الخساره ان هو يكون موجود ويقف معانا. طبعا الجهاز الفني كان هو اللي عليه الدور الكبير، لانه كان دخلنا معسكر تاني بعد الخساره، فكان معسكر صعب انت خسران وكده. الجهاز كله طبعا يعني اشتغل على العامل النفسي اكبر من الفني او كده، لانه هو عارف امكانيات اللعيبه اللي معاه ايه، بس هو اللعيبه دي لو فنيا يعني قدرت خلاص تخرج من الخساره، عارفين ان هو باذن الله ان شاء الله الكاس هيبقى بتاعنا. كان الدوري برضو كان ماتش في ايدينا بشكل كبير. أكيد يعني أكيد. بص هو نصيب طبعا، واحنا الرياضه مكسب وخساره، مش زعلانين ابدا. بس انا عايز اعرف منكم تفاصيل اكتر عن الكاس وسير المباراه، بس خلينا نطلع الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا عن كره اليد في نادي الاهلي ونطمنكم عليها، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين مع نجومنا عبد الرحمن طه حارس المرمى، محمود نعمان نجم الفريق طبعا، واللي متواجدين معانا في الاستوديو. نعمان خلينا نتكلم عن اهم حاجه اللي تهم جمهور النادي الاهلي، وهي الموسم ده احنا عندنا بطوله افريقيا في شهر 8 صح؟ هتبقى فين يا كابتن؟ في اغادير في المغرب. انتوا كلاعيبه عينكم عليها؟ عندكم عهد بينكم من نفسكم ان شاء الله ان احنا اشتركنا فيها يبقى لازم ناخدها؟ اكيد طبعا. النادي الاهلي يخش اي بطوله بيبقى عينه على المركز الاول بس، يعني صعب يخش بطوله مثلا يبقى عايز يعمل تمثيل مشرف او كده. مركزين فيها اكيد طبعا. اللعيبه اللي موجوده لعيبه كتير دوليه، واللعيبه اللي موجوده كلها يعني مؤهله ان هي تلعب بطوله زي دي وتاخدها باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب خلينا يكون معانا عبر الهاتف كابتن طارق محروس، مدير فني الفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي. بك يا كابتن طارق. طيب وحضرتك؟ طيب وحشنا يا كابتن والله. الله يخليك وانت كمان والله. كابتن طبعا احنا بنبارك لك اكيد تاني وتالت على كاس مصر اللي فات السنه اللي فاتت، وكلمنا طبعا عن الكاس وظروفه، يمكن اول مره حضرتك تطلع في الاعلام وتتكلم عن الكاس وظروفه اللي تعرضنا ليه حتى بعد خسارتنا من الدوري، ولكن استطعنا احنا نفوز بالكاس. كلمنا عن البطوله دي يا كابتن. اولا بس انا احب اشكر فريق كوره اللي فرحنا امبارح وكسب ماتش الترجي، حاجه كويسه جدا، احنا سعداء وباذن الله نقدر نحقق العشره باذن الله ان شاء الله كره القدم باذن الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بشكر طبعا الجهاز الفني اللي كان شغال معنا السنه اللي فاتت، كابتن يحيى
حقق طموحي. بعد انتهاء الموسم جات لهم عروض، كابتن يحيى جاله عقد مدير فني في نادي المعادي، وراجل يعني تحت ضغط قوي اصر ان هو يروح عشان ياخد التجربه دي، انه يبقى مدير فني نادي، وانا بحييه وبتمنى له التوفيق، ودي تجربه جديده عليه، فهنبقى كلنا بنساعده لان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، واي حاجه هيطلبها مننا هنشتغل معاه ونساعده فيها، لان تجربه مهمه بالنسبه له، خطوه مهمه. كابتن محي راح المنتخب المصري وبقى مدرب حراس مرمى المنتخبات، ودي حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي، ان يبقى عندنا كوادرنا مش بس في اللعيبه، كمان في المدربين، يبقى مدرب بيخرج لمدير فني لنادي اخر يخوض التجربه بنفسه كرجل الاول، وكابتن محي. فانا بشكرهم على الفتره اللي قعدوها معاه، وكنا نتمنى ان هم يستمروا معانا، لكن طبعا ده مستقبلهم، من حقهم ان كل واحد يشوف حياته القادمه. وبشكرهم مره ثانيه، الناس دي عملت اللي عليها وزياده وما قصرتش، وربنا معاهم في اللي جاي باذن الله. نشكر حضرتك على التوضيح طبعا، لان اكيد كان في تساؤلات كبيره عن كابتن محي واكيد عن كابتن يحيى، وحضرتك جاوبت على التساؤلات دي، بنشكرك يا كابتن. وبنستأذنك اتكلمنا عن ظروف الكاس السنه اللي فاتت، طبعا كانت ظروف صعبه بعد خساره الدوري في مباراه فيصل، وكنا افضل في خلال فتراتها، اغلب فترات المباراتين احنا كنا افضل الحقيقه، ودخلنا على الكاس وما كانش في فتره بينيه كبيره، ازاي قدرت تعد لعيبتك وفرقتك انها تخش تفوز بالكاس يا كابتن؟ اولا بص يا كابتن هيثم، طبعا الاثنين اللعيبه اللي قاعدين قدامك دول النهارده نزلنا الحمل التدريبي شويه عشان يجوا معاك في البرنامج، واحنا بنشكرك يا كابتن. بس يا كابتن هم عايزين يتعشوا يا كابتن، يعني انت ضاغط عليهم يا كابتن، يعني برضه يعني اللعيبه محتاجه تتغذى يا كابتن، لازم تعزمهم على العشاء يا كابتن طارق. حاضر، ده ثاني اسبوع شغالين فيه، احنا الحمد لله لغايه 1/7 نشتغل بقى فترات صباحيه ومسائيه، عندنا بطوله مهمه باذن الله في اغادير بطوله افريقيا، وعنينا عليها ان احنا نكسبها. التوفيق. ابطال الدوري ولا ابطال الكؤوس يا كابتن؟ ابطال الدوري. الدوري تمام. تمام يا كابتن. ابطال الدوري ولا ابطال الكؤوس ولا؟ الدوري، لا الدوري يا كابتن، ابطال الدوري صح، ابطال الدوري صح زي ما حضرتك بتقول يا كابتن. على العموم احنا اللي لينا حق كالنادي الاهلي نشترك في الاثنين باذن الله، اذا كان ابطال الدوري او ابطال الكؤوس. تمام. فاحنا بالنسبه للبطوله السنه اللي فاتت الحمد لله يعني احنا ادينا موسم كويس، كان الهدف في انشاء جيل من اللعيبه يقدروا يكسبوا البطولات القادمه، والحمد لله اللعيبه بتاعتنا قدرت الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان هي تخش البطوله بقوه وعينيها على البطولات. زي ما حضرتك قلت احنا خسرنا الدوري بعد مباراه فاصله مع نادي الزمالك، اللي اغلبه لعيبه فيهم خبرات، اغلبهم لعيبه عندهم 8 لعيبه لعبوا كاس عالم، واحنا عندنا 2 لعيبه بس النادي الاهلي لعبوا كاس عالم في مصر، فطبعا الخبرات دي بتفرق جامد طبعا، احنا نوصل معاهم لمباراه فاصله جيل واعد من النادي الاهلي. المعلومه اللي تايهه عن ناس كتير مش واخده بالها منها، واحنا بنشتغل عليها نفسيا وعربيا وفنيا وكل حاجه، ان النادي الاهلي لم يفوز على نادي الزمالك من سنه 2017، موسم 2019 2018، فمده طويله قوي انك تقعد صحيح ما تكسبش. صحيح. لما تيجي في ماتش كاس وتكسبه بفارق كبير وتتسيد طول المباراه بفارق كبير، ده اعتقد ان تعتبر ان ده انجاز كبير، ان احنا قدرنا نكسر الحاجز ده. صحيح. ان احنا باذن الله الماتشات اللي جايه او البطولات اللي جايه هيكون عندنا فريق قوي قادر على انه يكسب البطولات القادمه. كان عندنا برضك بعض التساؤلات، الناس بتسال ان ليه احنا ما بندعمش، ليه احنا ما بنعملش، بالعكس احنا الحمد لله بعد ما انتهت الموسم قدرنا نقف على الاخطاء اللي عندنا واحتياجات الفرقه، وقدمنا للنشاط الرياضي والناس المسؤولين عن التسويق احنا محتاجين ايه كل مكان، وقدمنا ان احنا محتاجين حوالي من 3-4 لعيبه، ورتبنا الاماكن، لو اللعيب ده ما جاش يبقى اللي بعده، اللعيب ده ما جاش يبقى اللي بعده، بالتنسيق مع اداره النشاط الرياضي يا كابتن. صح، بالتنسيق مع اداره النشاط الرياضي طبعا. بالظبط كده. صحيح. لان احنا طبعا كابتن هيثم عندنا قواعد ولوائح في النادي الاهلي، ما فيش حد يعني بيقدر يبعد عنها، بنشتغل في اطار واحد كلنا في منظومه متكامله، فبنشتغل على هذا. اكيد يا كابتن طارق طبعا. احنا الحمد لله قدرنا بعد نهايه الكاس على طول بمده قليله جدا قدرنا يحصل تواصل مع مصطفى خليل، والحمد لله وافق على طول وجي عندنا النادي ومضى الراجل، والحمد لله عندنا الصفقتين تاني لسه طبعا. لا ده احنا عندنا استفسارات كتير،
بس احنا يا كابتن معلش عذرا وقت البرنامج، واكيد هنكلم حضرتك وهنعرف الاستفسارات وعايزين مزيد من المعلومات. كابتن طارق محروس المدير الفني لكره اليد بشكرك وبعتذر لك لوقت البرنامج، بس ان شاء الله هتكون معانا اكيد وهنعرف من حضرتك تفاصيل اكتر باذن الله. طبعا نعمان بشكرك، نورتني وشرفتني ونتمنى لك كل التوفيق يا نعمان. انا اسعد والله، مبسوط ان انا في قناه الاهلي ومع حضرتك طبعا. ده بيتك ومكانك. ربنا يخليك. عبد الرحمن طبعا بشكرك، نورتني وشرفتني واتمنى لك كل التوفيق يا عبد الرحمن. ربنا يخليك والله، كلنا مبسوطين، وحتى نعمان جايين قلنا كابتن دكتور كابتن هيثم يعني الواحد يتبسط مع طبعا. شرف لينا، وانا يعني بسعد بيكم، بسعد من جملة طبعا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من الابطال، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده وقصص جديد مع ابطالنا، ابطالنا كتير في النادي الاهلي، وان شاء الله حلقه جديده وابطال النادي الاهلي. شكرا جزيلا.